وخد دوري ابطال افريقيا عام 2013، وكانت بطوله صعبه جدا في اجواء وظروف، لكن هو ابن النادي تحمل الصعوبات، وكانت اخر بطوله للنادي الاهلي توج بيها كدوري ابطال افريقيا، لان 2014 كانت الكونفدراليه، لكن 2013 اخر بطوله دوري ابطال افريقيا. هو معانا على التليفون، ممكن ان شاء الله يكون دعوه للتفاؤل الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي وصاحب النجمه الثامنه في دوري ابطال افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي في السنوات السابقه. كابتن يوسف ازيك؟ الله يخليك يا محمد، بشكرك والله على الكلام الجميل ده، وسعيد ان اكون معاك على قناه الاهلي. انا اسعد يا كابتن يوسف، اكيد التاني يعني اكيد انت منورنا ومشرفنا، وسعيد دايما او بسعد دايما بالحوار معاك، لانك بجد من الناس اللي ضحت باوقات كثيره جدا واشتغلت في اوقات صعبه جدا، ودايما بتحط النادي الاهلي بالنسبه لك في مكانه مهمه جدا ورقم واحد حتى على اولويات كتير انا عارفها حتى بالنسبه لك على المستوى الشخصي. الله يخليك. هو طبعا ده يعني الواحد ده العادي ان النادي الاهلي صاحب فضل علينا، ولابد ان يعني الواحد يضحي ويجي على نفسه من اجل المكان اللي صنع اسمه سواء لاعب او مدرب يعني. طيب لما اتكلم على دوري ابطال افريقيا لازم يكون معايا على التليفون اخر مدرب فاز مع الاهلي بدوري ابطال افريقيا، وكان عام 2013 في مباريات ومجموعات كانت صعبه وظروف كانت اصعب من دلوقتي. من 7 سنين كانت الفاينل حتى مع اورلاندو بايرتس بطل جنوب افريقيا في استاد المولين العرب. شايف الاجواء الافريقيه ازاي في البطوله الحاليه؟ المواجهه المنتظره ايضا مع فريق من جنوب افريقيا سان داونز، مباراه تتكرر للعام الثاني على التوالي في نفس الدور، مرحله الدور ربع النهائي. هو طبعا معلش هختلف معاك، الظروف مختلفه تماما يعني. احنا بنتكلم على 2013 ودلوقتي الظروف مختلفه تماما، من حيث حتى الفريق، من حيث الاجواء، الدوري، الحاجات دي كلها. حاليا انا شايف طبعا لو اتكلمنا بالتفصيل في الوقت الحالي هتبص تلاقي ان يمكن انا سعيد ان سان داونز جه مع النادي الاهلي، لان احنا احساسي بلاعبتنا واحساسي بالفريق واحساسي بالمنظومه الاهلاويه كلها عندها الرغبه انها تقابل سان داونز تاني. كلنا عارفين النتيجه اللي حصلت السنه اللي فاتت والظروف اللي مش طبيعيه اللي مر بيها الفرقه في مباراه الذهاب. فعايزين كلنا عندنا الرغبه، حتى يعني انا دلوقتي حتى بره النادي مش موجود، لكن عندي الرغبه ان احنا نثبت ونخوض المباراه قدامهم تاني، عشان نثبت ان اللي حصل في المباراه بتاعه السنه اللي فاتت دي ما هوش العادي بالنسبه للنادي الاهلي. بالعكس أكيد. احنا عندنا ثقه كبيره جدا على انديه جنوب افريقيا، وزي ما انت قلت اخر بطوله خدناها اللي هي 2013 كانت على حساب بطل جنوب افريقيا اللي هو اورلاندو بايرتس. قبل كده برضو خدنا بطولات على في 2001 على حساب برضو سان داونز، نفس الفريق سان داونز جنوب افريقيا. يعني ان شاء الله تبقى فرصه كويسه، وان شاء الله نقدر نعدي الدور ده ونكمل ان شاء الله في البطوله ان شاء الله. طيب كابتن يوسف، شايف المباراه الاولى هتكون في مصر في القاهره يوم 29 فبراير، والمباراه الاخرى الثانيه لقاء العوده في بريتوريا لقاء الاياب في جنوب افريقيا، عكس ما حدث البطولة الماضية، اللقاء الأول كان في جنوب إفريقيا واللقاء الثاني كان في برج العرب. يعني إحساسك أو شعورك بالمرة دي الأمور مختلفة حتى في تقديم المباريات، ممكن الفرص تبقى إزاي مقارنة بالبطولة الماضية؟ بص يا محمد عشان أكون أمين معاك، طبعا المباريات الذهاب لما بتبقى بره ملعبك عادة في بطولة أفريقيا يعني، أو عموما في أي مباراة ذهاب وعودة، لما بتلعب بره ملعبك الأول وبعدين ترجع تلعب العودة في ملعبك دي بتبقى افضل شويه. وهي دي ميزه مدينها للاوائل يعني، اللي هم ترتيبهم الاوائل على المجموعات. مظبوط. انما ملهاش قاعده يعني، لان ممكن يحصل العكس، بدليل ان احنا خدنا بطوله 2012 كان الكابتن حسام البدري مدير فني وانا كنت معاه مدرب عام، اتعادلنا 1-1 مع الترجي في برج العرب، ورحنا خدنا الكاس من تونس رادس. من رادس من تونس فكان نظريا يعني ال 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 كسرنا القاعده دي. انا شايف ان المباراه بتاعت سان داونز مش متوقفه قوي بره وجوه يعني، احنا لابد لابد ان فايلر يتكلم في الحته دي بشكل كبير. ليه بقى؟
جنوب افريقيا مش اجواء افريقيا يعني، عشان بنتكلم بامانه ما هياش اجواء افريقيا يعني. ما انتش رايح تلعب مثلا في نيجيريا، في السودان زي المباراه اللي فاتت، الملعب، الاجواء، السلوكيات، الحاجات دي كلها مش موجوده. لا، انت بتلعب مع فريق الملاعب بتاعته جيده جدا، بتلعب مع جمهور بيشجع بشكل كويس، بيشجع بشكل يعني لحد ما حضاري. الاقامه بتاعتك هناك ممتازه، الاقامه هتبقى ممتازه طبعا. كلنا رحنا جنوب افريقيا وعارفين الفنادق بتاعتها وعارفين سهوله الطيران، بتاخد طياره دايركت على طول كايرو جوهانسبرغ، 9 ساعات ترانزيت، وتنزل وتطلع زي بلاتينم مثلا الزيمبابوي، ولا لما بيكون معاك فريق مثلا مازيمبي مثلا، يعني خلينا نقول مازيمبي لومومباشي، لا يعني اجواء صعبه جدا على ملعبه. اجواء صعبه جدا، طيران والانتقالات، وانا خضتها كمان مع سموحه في 2015. لا، ما هو حاجه صعبه يعني. مظبوط. فدي حاجه برضو تسهل شويه، ان انت هتلعب مباراتين من 180 دقيقه، واحده في ملعبك واحده خارج ملعبك. لابد ان انت تبص على المباراتين كلهم بشكل كامل، يعني تاخد ال 180 دقيقه كانهم مباراه واحده، الشوط الاولاني هنا والشوط الثاني هناك. طيب المباراه دي تحديدا يا كابتن يوسف، طبعا اي مدير فني واي جهاز فني بيبحث عن الدوافع وخلق دوافع جديده، اعتقد المباراه دي تحديدا فيها دوافع كثيره جدا تساعد اي جهاز فني على ان هو يحضر. بص الدوافع ممكن هتبقى عند فايلر، يمكن اقل من اللعيبه او مش عايز اقول اقل من اللعيبه، فايلر مش محتاج يحط دوافع للعيبه النادي الاهلي بالظبط، خصوصا المجموعه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت. يمكن مثلا قفشه ما كانش موجود، كهربا ما كانش موجود، لكن بقيه المجموعه كلها عاشت الاجواء بتاعه المباراه اللي كانت في العام الماضي، او الموسم الماضي يعني. فاعتقد الدوافع موجوده، وانت لو سالت اي لاعب من الفريق قلت له انت تتمنى تقابل مين قبل ما القرعه تتعمل، هيقول لك فريق صن داونز. كلمنا كذا حد وكانوا بيتكلموا في نفس الاطار ده، والكل كان بيتمنى المواجهه دي. وعنده رغبه ان يقول ان الفرقه دي او مش احنا اللي يحصل معانا اللي حصل يعني. اكيد كانت ظروف مباراه وكانت رؤية معينة وتم اللي تم يعني، فاهم قصدي؟ طيب تمام. طيب فرصة برضه اخد رأي كابتن يوسف في باقي المباريات وباقي المواجهات. عندك الرجاء المغربي هيواجه مازيمبي الكونغولي، شايف برضه المواجهة ازاي؟ بص المباراة صعبة طبعا، صعبة على الرجاء. خلينا نقول الرجاء يعني مستوى مع جمال السلامي المدير الفني المغربي تطور، بعد ما تطور جدا يعني. خد الفرقة من كابتيرون وراح بيها في حتة تانية، كان لسه عامل مباراة مع الترجي التونسي 2-2، حاجة مستوى وكسب الوداد في أكتر من ديربي الفترة الأخيرة، وكسب الوداد بعد مباراة 4-4، عمل معاهم برضه مباراة عالية جدا، مباراة من المباريات الحلوة جدا اللي تتفرج عليها بالظبط. عنده فريق قوي، لكن مازيمبي أنا بقول إنه خبرة، يبقى فريق قوي جدا، عنده خبرات اللعب في أفريقيا، عنده أولا في ملعبه صعب جدا، يعني صعب تتنبأ مين اللي يتأهل من المباراه دي. ولو ان انا يعني الى حد ما برضو ارجح فريق مازيمبي، هو شفناه مع الزمالك هنا ما كانش احسن حاجه، كان مريح حوالي 5 لعيبه يا كابتن يوسف، كمان كان مريح، برافو عليك، كان مريح 5 لعيبه فطبعا دي يعني افقدته شويه، لكن في النهايه قدر يقفل صح، قدر ان هو ما يبقاش فيه عنده خطوره. بص على كل هجمات نادي الزمالك هتلاقي 9 من لاعبي مازيمبي تحت الكره على طول باستمرار، فبيلعبوا كومباكت قوي. ودي فرقه برضو لابد ان انت تخاف منها اكيد. طيب الفريق اللي بيعرف يلعب كومباكت وما بيحطش مساحات بين خطوطه مهمه جدا في بطوله افريقيا، ده ازاي تدافع، دي مهمه جدا في بطوله افريقيا، لانك بتلعب مستويات عاليه، ولازم الكره لما تكونش معاك لازم ازاي لعيبتك كلها او الفريق كله يبقى عنده الفكر الدفاعي ان هو يتحرك كتله واحده دفاعيه ويلعب كومباكت عشان ما يبقاش فيه مساحات يقدر يستغلها الخصم، لان اكيد الفرق اللي وصلت الثمان فرق عندها امكانيات كويسه سواء مهاريه او تكتيكيه بالظبط، تقدر تستغل مساحات لو انت عندك مساحات وسبتها. تمام. طيب سريعا برضو الوداد المغربي والنجم الساحلي، ونضع في الاعتبار برضو باذن الله، دي مرحله تانية بس نضعها في الاعتبار، ان الاهلي باذن الله لما يتخطى سان داونز لمرحله السيمي فاينل هيواجه احد الناديين لما الفائز بينهم سواء الوداد او النجم الساحلي. يعني انا شايف الوداد رغم انه تاهل تاني
بس اعتقد ان خبرات وجاهزيه اكتر ارجح كفته ارجح. يعني العادي ان 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 طبعا احنا كنا نتاهل اول، لكن احنا التعادلين اللي عملناهم بره ملعبنا شويه افقدونا حته المركز الاول، لكن الوداد اعتقد ان كفته ارجح بمراحل. ان النجم مع احترامي طبعا للنجم الساحلي يعني معاه توفيق كبير جدا في فتره المجموعه، ويمكن اقل تقريبا يعني حط النقاط او عدد من النقاط في التصدر متهيألي النجم الساحلي يعني. وحتى ترتيبه في الدوري التونسي في المركز السادس حاليا متاخر جدا. ما انا بقول لك هو النجم مش في احسن حالاته بالظبط. فاعتقد الكفه تبقى ارجح للوداد يعني. طيب المباراه الاخيره الزمالك والترجي التونسي، ومواجهه هتتكرر الفتره الجايه كتير لان في مباراه سوبر بينهم برضو في ال 10 ايام اللي جايه. بص مواجهه صعبه، مواجهه صعبه على الفريقين. الزمالك بيمثل مصر وطبعا الغريب التقليدي للنادي الاهلي، ف يعني انا طبعا يعني صعبه على الزمالك. انا بكلمك بامانه يعني الكره صعبه او المباراه صعبه على الزمالك، خصوصا انه هيقابل كمان مباراه السوبر مع الترجي هتلقي بظلالها على الدور الثمانيه، على ماتش دور الثمانيه طبعا. اولا مقابله السوبر ببطوله، ومعين الشعباني طبعا المدير الفني بتاع الترجي يعني مركز جدا في المباراه دي، واتكلم عنها قبل كده في الاعلام التونسي وقال ان انا مستني السوبر ده بفارغ الصبر عشان يعني 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 يضيف للدولاب بطولات، عايز يعوض السوبر اللي خسره من الرجاء المره الماضيه. برافو عليك. هو خسر السوبر اللي فات، كان حامل لقب ابطال الدوري وخسره قدام الرجاء البيضاوي. ويبقى كارتيرون، خلينا برضو نقول ان خبرات. كارتيرون محظوظ شويه في افريقيا، فممكن دي ترجع كفه الزمالك يعني. خليني برضو اكلمك بامانه لانه خد منه السوبر وهو ماسك الرجاء، فممكن تتكرر وياخد منه السوبر وهو في الزمالك. بالظبط دي شويه هتبقى عامل نفسي لمعين الشعباني اللي هو المدير الفني للترجي وحامل اللقب اخر موسمين، يعني الزمالك في مواجهه حامل لقب اخر بطولتين في دوري ابطال افريقيا. بس طبعا هيكونوا لعبوا السوبر قبلها، فيدي مؤشر بتاعت السوبر دي هتلقي بنسبه كبيره قوي ظلالها على المباراتين بتوع الذهاب والعوده بتوع الدور الثمانيه. اختم معاك برساله، ومهم جدا تبقى رساله منك لجمهور النادي الاهلي في اللحظات دي، كيف يتم التعامل نفسيا وجماهيريا وذهنيا مع الفريق في المرحله الجايه، خاصه مع المواجهه الافريقيه مع سان داونز، بخبراتك بقى في القاره الافريقيه وماتشات بطوله دوري الابطال؟ احنا لابد ان احنا يبقى عندنا ثقه في فرقتنا، عندنا ثقه في لاعبتنا كجمهور النادي الاهلي. انت بتمتلك سكواد كويس جدا، لابد ان احنا ما نقعدش نفكر خالص في المباراه اللي فاتت. بالعكس احنا مباراه كره القدم بظروفها وبيومها يعني. انت ممكن تقابل فريق تخسر منه اربعه وتقابله بعد اسبوع تكسبه خمسه يعني، فاهم قصدي؟ مظبوط. فلابد ان احنا ما نشعرش لاعبتنا خالص بان احنا عندنا شك في فوزهم، بالعكس احنا عندنا ثقه كبيره جدا. الفرقه زادت قوي، والفرقه كمان اتضم لها عناصر زودتها عن السنه اللي فاتت، المدير الفني مختلف برضو، وبالتالي اعتقد ان كفتنا يعني المره دي فيها كمان يعني قوه اكتر بكتير من السنه اللي فاتت يعني. اكيد ان شاء الله. كابتن محمد يوسف انا بشكرك بجد على هذه المداخله وعلى كل هذه التفاصيل الفنيه، استفدنا بوجودك معانا في التفاصيل الفنيه المتعلقه بالدور ربع النهائي، ونلتقي معاك ان شاء الله الفتره الجايه بقى بعد تخطي مرحله سان داونز، ونتكلم اكتر على المباريات القادمه في البطوله الافريقيه. شكرا جزيلا كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي والحائز مع الاهلي على دوري ابطال افريقيا عام 2013 في النهائي.